بون السلام عليكم، انا الممثل النجم المغربي سي عبدو المسناوي، غادي نقول واحد الكلمه على الدورشه وعلى الحضور في مدينه وجده. انا سعيد جدا اني حضرت مدينه وجده، وهذه المره الثانيه كنت في مهرجان كمدير فني لمهرجان المتوسطي للسينما والهجره. ومن اهم اللحظات اللي كتكون مهمه هي هذه اللحظات ديال الورشات، وكذلك الماستر كلاس اللي كان اليوم، فهو اللقاء مع الشباب، مع الطاقات الشابه اللي كاينه في المدينه وكاينه في الجهه، تخلينا انه نكتشفهم ونتحاور معهم ونحاولوا نعطيهم شي حاجه اللي تقدر تفيدهم وتساعدهم في المسار ديالهم. وكنتمنى لهم ان شاء الله مستقبل زاهر في هذا الميدان، خاصه هذا الشباب هذا في المجال ديال الكاسكاز. مزيان، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.